انت يابا يا عم يا بلدينا خبر ايه؟ بقالك 4 ساعات قاعد على واحد شاي وفي الاخر هتنام وتشغل؟ قوم سيب الترابيزه لواحد غيرك الله يفتحها في وشك، القهوه كلها على الجد، قوم قوم. تعبان يا ابن العم، ما نمتش بقالي يومين، سيبني ننام ساعتين وانا احسب لك حق واحد شاي. لا حول ولا قوه الا بالله، قلب الفقير على الفقير يا توب. طب تعال معاي، شايف النصبه دي؟ خش تحت منيها ونام زي ما انت عايز. اصير ربنا يعزك ويسترها معاك دنيا واخره، خد دول حق النومه. يا عم روح متخمد وحط قرشيناتك في جيبك، بح قال خد حق النومه قال، انا نعبي الهواء في قزايز، اذا كنت انا ذات نفسي لسه بنام على الرصيف لحد الوقت. تعال لحد النصبه اوديك انا مكسوف ولا ايه؟ خش خش، لا مؤاخذه يا شوقي، ده بلدينا بس هينام تحت النصبه. خش يا سيدي يا مجاب الغراب لامه. اتفضل اتفضل. خش تحت النصبه. ايوه عند الكركبه دي. خلي بالك في تعبان هنا بس ما يهمكش انت يعني ولا يهمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امر يا قمر. انا اول مره اخد بالي من القهوه دي، جديده مش كده؟ ايوه بس كانت مقفوله، دي صاحبها بعد عنك توفى واجرناها نص بنص انا وشوقي صاحبي ده، وفاتحينها لسه بقالنا يومين والرزاق ربنا. تشرب ايه بقى وعلى حسابي؟ كمان على حسابك؟ ده انا جاي احيي لك وابارك لك على القهوه الجديده. نزل للناس اللي قاعده دي كلها شيء على حسابك. ما يصحش برضه، ما يصحش، ده بيه عيب. يمين بالله ما انا راجع في كلامي، الناس اللي قاعده دي كلها تشرب على حسابي، ده احنا ولاد سوق زي بعض يا راجل. عموما مرضي دارك في الافراح. يا معلم يا معلم يا عيون المعلم. ما تاخذنيش يا اخويا، اصلي عطشانه، ممكن تناولني يا اخويا كوبايه ميه؟ ده انا ناولي كوبايه عسل ابيض، كوبايه قشطه، كوبايه حلاوه يا حلاوه. ثواني ثواني، بتفكريني بالبنت الرئيسة اللي ما رضتش تتجوزني؟ يقطعك انت وهي. تفضلي. تسلم يا اخوي. معلش بقى لولا الملامة كنت قلتك تفضلي جوا القهوة. تشرب ايه؟ شاي؟ شربات؟ ملبس؟ ولا تاكلي حلاوة بالقشطة؟ سبحانك يا رب، الخالق الناطق جوزي. جوزك؟ هو فين جوزك ده؟ الله يرحمه بقى، كان شبهك بالظبط يا معلم، نفس العينين، نفس التقاطيع، نفس الملامح، المرجلة يا اخويا، خفة الدم، تقولش فولة واتقسمت نصين. ايوه بس هو الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. سيبك منه، خلينا في المفيد، احنا ما تشرفناش. اسم القمر ايه؟ عزيز، وبيدلعوني يقولوا لي يا لذيذ، يعني انا ابقى عزيزة اللذيذ، رقصة يا معلم. يا ابوي عداهم العيب وجزح، صحيح عزيزة وصحيح لذيذة. البعيد عنك قريب والقريب منك بعيد، على رأي الست وفاء الصغيرة. عسل يا معلم، قصدك الست نجاة الصغير. ما قلتليش بقى ايه رأيك فيا، عزيزة وبس ولا عزيزة اللذيذ؟ أنا ماليش رأي واصل، أنا مش عارف أتلم على روحي من أصله. عاش اللي سماكي وعاش اللي دلعك يا لذيذة. صحيح مصر هتحلو قوي يا ولاد. قلتليش بقى انت اسمك المعلم ولا سيد المعلمين؟ سيد المحتسين، سيد المولعين، محسوبك توبة، وبيدلعوني يقولوا لي يا واد يا توبة. هنا القاهرة. قلتليش بقى يا سي توبة، انت متجوز؟ وحتى لو متجوز لما اشوفك يروح مني الكلام وانساه. يعني يا اخويا مفيش واحدة كده متكلمة عليك؟ حتى عينها عليك؟ محدش بيبص لي اصلا، مفيش غير بعد عنك الحرامية، كتار قوي في البلد دي، ومش لاقيين حد يسرقوه، نازلين سرقة في بعضيهم. طب ما انت كمان حرامي يا اخويا، سرقت عينيا من اول ما شفت. يا ابوي ابتدت دلوقتي بس احب عمري، ابتدت دلوقتي اخاف اخاف للعمر يرمح. يوه يقطعني، شكلي يا اخويا معطلك عن شغلك. انا همشي دلوقتي وهبقى اعدي عليك وانا فايته، لو عوزت حاجه والنبي ومن نبى النبي اوعى تتكسف مني يا اخويا، عن اذنك. السلام السلام يا عزيزه يا لذيذه. يا ابوي وانا في حلم ولا في علم؟ لا لا في حلم، اكيد في حلم. حماه، واد يا حماه،
شندويلي؟ مالك يا همام؟ ماسكينك تحري اياك. ماسكني عشان ابن الحرام اللي دس لي مخدرات في السطوح. اما انت عرفت ان انا هنا ازاي؟ عالقة تموت ولا حد يموت، خد ولو انك ما تستاهلش. ولو سالوك جوا تهمتك ايه؟ كلهم شندويلي، تهمتي شندويلي. تصدق ان انا كنت حاسس يا شندويلي. ماشي، هتشوف حامل فيك ايه. 25 سنة حيمروا على طول، وحتلاقيني مستنيك لما تخرج. ربنا يدينا طول العمر. سلام سلام يا همام. حكمت المحكمة في القضية رقم 168 على المتهم محمد عبد الرحمن أبو سويلم بالسجن 3 سنوات، وتؤجل قضية كل من المتهم طلعت فتحي والمتهم همام سيد أبو فضل لحين انتداب محامي الدفاع عنهما. رفعت الجلسة. كنت فين يا اسرائيل؟ قلت اروح اشوف همام. وازاي تروحين لوحدك؟ الناس تقول عليك ايه؟ يا بابا احنا في ايه ولا في ايه بس؟ انا قلت اطمن وطلع عندي حق، لقيتهم مشمعين الشقه بالشمع الاحمر. شمع الاحمر؟ يبقى اكيد في حاجه، وحاجه مش بسيطه كمان. اوعى تكوني اتكلمتي مع حد من الجيران. محدش حس بيا خالص ولا حد شافني حتى. احنا في ايه ولا في ايه؟ تاني مره ما تعمليش حاجه زي دي غير لما تساليني. ما تزعقيش كده من دماغك لوحدك. انت مالكيش اب مسؤول عنك ولا ايه؟ يا بابا اعمل معروف، خلينا في المهم، احنا عايزين نطمن عليه. انا هشوف صرفة، انا هقلب الدنيا لغايه ما اعرف ايه حكايته. انا معايا تليفون اهله في المنيا، بس انا مش هقدر اتصل بيهم. ليه؟ احنا بنطمن. ايوه بقى، انا هخلي اي حد يطلبه. ان شاء الله الواد بس المخلص.